ما نشهده اليوم وما شاهدناه بالأمس القريب في الإسكندرية ما هو إلا القليل مما حدث ويحدث في عموم محافظات الجمهورية. ورغم كل التحديات التي تواجه الدولة المصرية، فإن الهدف الدائم والوحيد هو توفير كل ما يحتاجه المواطن المصري من أجل حياة كريمة ومستدامة وبناء دولة عصرية حديثة. كلمة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، السيدات والسادة الحضور، اسمحوا لي أن أرحب بكم مرة أخرى في محافظة الإسكندرية. والحقيقة إحنا كنا متواجدين من فترة ليست بالبعيدة وإحنا بنفتتح مشروع من أفضل المشروعات على مستوى الدولة في منطقة بشاير الخير، وهو المشروع القومي اللي أطلقه فخامة الرئيس لتطوير كل المناطق الآمنة الغير آمنة في مصر، واللي بتمثل منطقة بشاير الخير نموذج مثالي لما يتم على كل ربوع مصر وفي كل محافظات مصر في هذا القطاع. واليوم بنستكمل مع حضراتكم مسيرة الإنجازات في محافظة الإسكندرية، واللي هي نموذج لما يتم في كل محافظات الجمهورية من مشروعات. واسمحوا لي في البداية ان انا اذكر نفسي واذكر حضراتكم ان مصر وضعت رؤية واضحة تماما، هي رؤية مصر 2030. هدفنا ان احنا نصل في هذا التاريخ ان تكون مصر في مصاف الدول المتقدمة على مستوى العالم. وتوجهنا عشان نحقق هذا الموضوع انطلق في محورين مهمين جدا بيعملوا بالتوازي. محور ان احنا محتاجين ان احنا نضاعف الرقعة المعمورة من مصر علشان نقدر ان احنا نستوعب الزيادة السكانية الكبيرة المتوقعة، وايضا نعالج الفجوات والمواطن العجز اللي موجودة عندنا من تزايد والكثافات في العديد من المدن والاماكن، من خلال ان احنا ننشئ مجموعة من المشروعات القومية الكبيرة، سواء مشروعات مدن جديدة، مشروعات استصلاح زراعي، طرق رئيسية وسريعة بتربط كل الكلام ده كله مع بعض، مشروعات مرافق وبنية اساسية. ولكن وده يمكن مع حجم الإنجاز الكبير جدا اللي احنا الحمد لله ربنا كرمنا ان احنا نحققه، ولكن يعني من ناحية التنفيذ دائما بنعتبر ده هو الأسهل، لان احنا بنشتغل على أرض خالية، أرض ممهدة، نقدر على طول ان احنا بنتحدنا أنفسنا في مدة الإنجاز والتنفيذ. المحور الآخر وهو المحور اللي دائما بيكون أشد صعوبة وأعقد، وهو مشروع تطوير العمران القائم. وهنا اللي احنا بنتكلم على المدن والقرى اللي بيقطنها عشرات الملايين من المواطنين، اللي النهاردة نتيجة لعقود طويلة من عدم التطوير المستمر وعدم مواكبة الزيادة السكانية الكبيرة اللي كانت بتحصل، وقعت فريسة للإهمال والتدهور في مناحي كثيرة جدا من الحياة. النهاردة كان يبقى دخولنا كدولة وكحكومة بناء على توجيهات السيد الرئيس بتطوير كل المدن والقرى المصرية علشان المواطن يشعر جنبا إلى جنب مع المشروعات القومية الكبرى اللي بتضاعف المعمور إن حياته اليومية البسيطة أيضا بيحصل فيها تطوير نوعي كبير جدا. زي ما قلت لحضراتكم مشروع بشاير الخير كان نموذج لهذه المشروعات، واليوم مع القطاعات اللي احنا النهاردة بنشتغل عليها واللي هنفتتح مشروعات منها، أيضا هذه القطاعات الحيوية والمهمة هي بتؤثر في الحياة اليومية للمواطن المصري. احنا بنتكلم على قطاع البترول ومنتجات البترول اللي بتمس الحركة اليومية والحياة اليومية للمواطن، أيضا قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، قطاع الطرق والمحاور الداخلية جوه المحافظات، وأخيرا وليس آخرا قطاع التموين اللي بيمس الغذاء والمنتجات المهمة والأساسية لحياة المواطن المصري. النهاردة الأربع قطاعات دول فقط بخلاف كل القطاعات الأخرى اللي الدولة بتشتغل فيها، في خلال 6 سنوات احنا عملنا فيهم استثمارات تقارب 1.4 تريليون جنيه مصري. دول فقط أربع نموذج لأربع قطاعات. النهاردة المشروعات اللي احنا إن شاء الله هنفتتحها بتصل تكلفتها الاستثمارية إلى أكثر من 11.5 مليار جنيه.
فقط المشروعات اللي احنا هنفتتحها النهاردة في محافظة الإسكندرية. الحقيقة يمكن لما نيجي نبص على هذه القطاعات المهمة من البداية، رؤيتنا في هذه القطاعات زي كل القطاعات الأخرى أن تمتلك مصر القدرة وأن تكون قادرة على تلبية كل احتياجات مواطنيها من هذه المتطلبات الأساسية لحياة المواطنين. فعشان كده يمكن لما نيجي نبص على قطاع البترول والثروة المعدنية كنموذج، حجم الاستثمارات اللي بتنفق أو أنفقت وبتنفق في مشروعات ضخمة في هذا القطاع المهم بتتجاوز النهاردة 1.160 تريليون جنيه في أكثر من 159 مشروع نفذنا منهم 115 وجاري تنفيذ 44 مشروع. ويمكن عشان نشوف حجم التحدي أن هذه النوعية من المشروعات دائما بتتطلب تمويل بالعملة الصعبة جنبا إلى جنب بالتمويل بالعملة المحلية. لما نيجي نبص على مكون العملة الصعبة بنصل أنه بيقترب من 70 أو يتجاوز 70 مليار دولار. كل دي مشروعات الدولة النهاردة دخل فيها بمنتهى القوة عشان هدفها أنها تمتلك القدرة في هذه في هذا القطاع المهم وتؤمن احتياجات الدولة والمواطن المصري من كل المتطلبات الأساسية في هذا الموضوع. على رأس المشروعات اللي النهاردة كان أحد أهم المشروعات اللي الدولة توجهت ليها بقوة شديدة هو الإسراع بتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل المصرية. وهنا يمكن بس أنا عايز أحط لحضراتكم مقارنة كأرقام. البرنامج ده بدأ في مصر من اعتبارا من سنة 81، من 81 لغاية 2014 كل ما تم توصيله من وحدات سكنية، يعني احنا بنتكلم هنا على فترة زمنية النهاردة بتقترب كانت من 25 سنة تم توصيل لستة مليون وحدة سكنية. الفترة اللي فاتت الست سنوات فقط احنا نجحنا في توصيل اكتر من 5 مليون وحدة بهذه الخدمة المهمة، عشان يصل اجمالي الاعداد النهاردة الى 11.3 مليون وحدة. وعندنا الخطة في خلال الاربع سنوات القادمة ان احنا نتجاوز 18 مليون وحدة. النهاردة احنا كل جهدنا ان احنا بنصل الى 1.25 مليون و300 ألف وحدة في السنة. توجيه سيادة الرئيس ان احنا نضاعف هذه الاعداد في خلال المرحلة القادمة، لان دي بتحللنا مشاكل كثيرة جدا فيما يخص انبوبة البوتاجاز، وحضراتكم عارفين كل المشاكل الخاصة بها، بالرغم ان احنا الحمد لله كدولة نجحنا النهاردة ان احنا نؤمن تماما هذا برضو هذه يعني الحاجة الأساسية للمواطن المصري وهو أنبوبة البوتاجاز. ولكن احنا برضو عنينا على تيسير سبل الحياة للمواطن، وبالتأكيد الغاز الطبيعي في المنازل هو أنظف وأيسر وأسهل لكل المواطنين في مصر. الحقيقة يمكن هذا القطاع دائما كان عنده مشاكل هيكلية وعنده دائما تحديات تموالية، ودائما هو قطاع الدولة كانت بتدخل تدعمه في العديد من الدول. كان دايما هذا القطاع هو مورد للدخل للدول الأخرى، ولكن مصر نتيجة لأن هذا القطاع كان طبعا مكبل بالعديد من المشاكل والتحديات، فكان الدولة هي اللي بتدخل وبتصرف عليه. الحمد لله مع الجهد الكبير اللي تم في خلال السنوات الماضية ابتدى هذا القطاع لأول مرة بيحقق الفائض والعائد في الميزان التجاري له اعتبارا من عام 18-19. والنهاردة احنا وصلنا الحمد لله، وحضراتكم تتذكروا في يعني من 2011 واحنا لغاية 4 أو 5 سنوات بعدها كان عندنا مشكلة الاكتفاء الذاتي للغاز، وكنا بنستورد غاز طبيعي. الحمد لله مع الحجم الهائل من الاستثمارات والاكتشافات اللي تمت وصلنا ان النهاردة بقى عندنا الاكتفاء الذاتي والقدرة ايضا على تصدير هذا المنتج الهام. الحقيقة يمكن الدولة لديها رؤية مهمة جدا، والمشروع اللي احنا بنفتحه النهاردة ان شاء الله في اطار هذه الرؤية. احنا عايزين نمتلك القدرة ان احنا نكون قادرين على الاكتفاء الذاتي من منتجاتنا البترولية بحلول العام المالي 22-23. احنا بنستورد لكل المواطنين، بنستورد جزء اللي هو الزيت الخام اللي بيدخل عندنا في معامل التكرير وفي المشروعات عشان ننتج بيه المنتجات زي البنزين والسولار كلها، وبنستورد هذه المنتجات حتى هذه اللحظة أو في يعني لفترة قريبة كنا برضو بنستورد البنزين والسولار. هدفنا من هذه المشروعات العملاقة إن احنا نصل إلى الاكتفاء الذاتي من المنتجات إن شاء الله بحلول عام 22-23، ونكون فقط كل ما نستورده هو زيت خام،
ده بالإضافة طبعا إلى التوسع طبعا في كل عقود الاستثمار المشترك، علشان ربنا يكرمنا إن شاء الله ويبقى فيه اكتشافات مزيدة في الفترة القادمة، عشان نقدر بإذن الله برضو نحقق أمل إن يكون عندنا اكتفاء كامل حتى من الزيت الخام بإذن الله. والحقيقة يمكن في هذا القطاع محافظة اسكندرية ليها باع كبير جدا من تركز هذه النوعية من المشروعات في مصر، وبيصل حجم الاستثمارات اللي موجودة في هنا في اسكندرية بتقترب من 100 مليار جنيه، واللي بتمثل حوالي 9% من إجمالي استثمارات هذا القطاع. مشروعنا اللي النهاردة إن شاء الله هنفتحه وهنعرف تفاصيله، اللي هو الخاص بإنتاج البنزين وتحسين النفطة والتنشيط المستمر، هذا المشروع لوحده بتكلفة أكتر من 3.5 مليار جنيه، وزي ما بقول لحضراتكم هو هدفه إن احنا نخفض كميات استيراد المنتجات من البنزين والبوتاجاز، وبالإضافة لتوفير فرص عمل كبيرة لأهالينا هنا في محافظة الإسكندرية. الحقيقة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي أيضا الدولة النهاردة بتعمل بصورة كبيرة جدا، حجم الشغل والاستثمارات اللي اتعملت في هذا القطاع أيضا في الست سنوات الماضية بيصل إلى حوالي 124 مليار جنيه، سواء منقسمة على مشروعات لمياه الشرب ومعالجة الصرف الصحي. والنهاردة يمكن في مياه الشرب أنا حابب أن أنا أحط هذا الرقم قدام حضراتكم، أن إحنا واصلين تقريبا لـ 99% تغطية لمياه الشرب على مستوى الدولة، ويمكن الجزء المدن 100% بالفعل، القرى هنا احنا بنتكلم على التوابع، بعض التوابع اللي نشأت اللي النهاردة احنا كمان بنوصل لها النهاردة الخدمة، عشان نقدر بعد كده نقول ان حتى هذه التوابع والعزب والنجوع والكفور ايضا بقت النهاردة مغطاة بالكامل بهذه الخدمة. النهاردة بقت كميات المياه المنتجة النهاردة اللي للمواطنين المصريين بتصل الى 12 مليار متر مكعب سنويا من مياه الشرب. الحقيقة يمكن مع الرؤية والتحديات اللي كلنا عارفينها، احنا شغالين على مشروع كبير جدا سيادة الرئيس موجه بيه، ازاي نرفع كفاءة مياه الشرب، قطاع مياه الشرب، نقلل من الفاقد اللي بيحصل، ولكن الدخول بقوة في مشروعات تحلية مياه البحر، لان ده بديل مهم جدا واستراتيجي عشان نستوعب الزيادات المتوقعة في احتياجاتنا للمياه مع تزايد السكان. وده الحقيقة محور مهم جدا الحقيقة شغالين عليه بقوة من خلال مجموعة من المحطات التحلية المياه العملاقة، بحيث ان يبقى كل التنمية الساحلية عندنا ان شاء الله في المستقبل بتعتمد على موضوع تحلية مياه البحر. والحقيقة يمكن ايضا قطاع الصرف الصحي، وده قطاع في منتهى الأهمية ودائما هو مطلب المواطن البسيط عندنا في مصر، القطاع ده الحمد لله النهاردة وصلنا الى نسبة تغطية 65% على مستوى الجمهورية من سكان مصر أصبحوا بيتمتعوا بهذه الخدمة. وهنا يمكن حابب أن أنا أقول أن بقت النهاردة المدن المصرية 96% من المدن وصل لها هذه الخدمة، وال4% في خلال هذا العام المالي إن شاء الله هتنتهي عشان نبقى 100% من مدن مصر بقت بتتمتع بهذه الخدمة. الريف، وده هو التحدي الحقيقي، إن إحنا وصلنا النهاردة ل 37.5% من سكان الريف المصري النهاردة بقى عندهم هذه الخدمة، وده يمكن مشروع متواصل، لأن هذه النقطة أنا حابب إن أنا أتوقف عنها. منذ 6 سنوات كانت نسبة التغطية في الريف المصري لا تتجاوز الـ 12% من السكان و 10% من عدد القرى، النهاردة إحنا بنصل إلى 37.5% في خلال 5 سنوات فقط، وإن شاء الله مع نهاية هذا العام هنتجاوز الـ 42 أو الـ 43%. معلش يا دكتور مصطفى، اسمح لي إن أنا أقطعك هنا في النقطة دي، مهمة قوي، لأن الدكتور مصطفى اتكلم على حاجتين إحنا بنعاني منهم ومن مشكلة كبيرة جدا جدا، مشكلة التعدي والبناء غير المخطط. وأنا بس عايز أشاور لنقطة هنا، والدكتور مصطفى ووزير الإسكان حتى ممكن يصلح لي الكلام. الكلام اللي بيتقال هنا 2014 12% من حجم المباني اللي كانت موجودة في 2014. ايوه. الكلام اللي احنا كاتبينه هنا 37.5% 2020 من حجم المباني اللي موجودة 2020، واللي هي ممكن تكون زادت عما كنا عليه في 2014 مش اقل من 10-15%، وممكن الدكتور مصطفى يصلح لي الكلام ده. انا بقول الكلام ده ليه؟ لان الكلام اللي احنا فيه ده محل نقاش كتير وجدل كبير دلوقتي، والمواطنين كتير منهم متألم متضايق من موضوع
إجراءات الدولة لضبط هذا الموضوع، المخالفات البناء، سواء كان البناء على الأراضي الزراعية أو البناء على بدون ترخيص. والحقيقة محدش بيتكلم في الموضوع ده كويس، ملهمش دعوة بيه عشان محدش يزعل. وأنا مش طبيعتي كده معاكم يا مصريين، أنا مش طبيعتي كده. إحنا قدامنا تحدي، بروح مطلعه قدامكم كده وأقول لكم التحدي ده خطير علينا، واستمرارنا عليه يدمر الدولة المصرية. أنتوا كنتوا بتتكلموا دايما متألمين وخايفين موضوع سد النهضة والمية وكلام من هذا القبيل. صدقوني هذا الأمر، موضوع التعدي على الأراضي الزراعية والبناء غير المخطط، خطير خطير جدا. مش عايز أقول بنفس النسبة، بس الناس مش شايفاه غير يعني اللي واضح لينا موضوع المية، لكن اللي مش واضح لينا ان احنا ان استمرينا بالشكل ده اللي هو التعدي على الأراضي الزراعية والبناء فوق منها. وانا كنت هاجل كلامي للآخر بصراحة في النقطة دي، لكن انا حبيت ان انا اجيبها في الفرصة اللي ذكرها الدكتور مصطفى لما قال ان احنا ال 99% من سكان الريف او سكان مصر خلاص وصل لهم المية، مية شرب نقية، بس اللي مأخر ده هو التوابع. وانا بقول لكم لو استمرينا في الطريقة دي عمرنا ما هنوصل 100%. ليه؟ حد كده يقدر عدد التوابع قد ايه؟ 32,000 الارقام اللي احنا بنتكلم فيها دي، يعني ايه ده غير القرى؟ كل 5-6-10 بيوت مع بعض بهم لوحدهم كده. وانا بقول الكلام ده في منتهى الأهمية. الارض الزراعيه اللي انتوا بتدمروها دي هي اللي انتوا بتسكنوا جنبها دلوقتي، ولما هتسكنوا جنبها دلوقتي هتشتغلوا فين؟ يعني النهارده الاسر اللي بتتبني وبتبني لاولادها وتجيبهم جنبها بعد كده هتشتغلوا؟ الكلام ده انا قلته من 5 سنين، قلت الموضوع ده تحديدا من 5 سنين، انتبهوا من التعدي على الاراضي الزراعيه. انا عايز اقول لكم انا ببقى شايف مش بس على الارض كده، لا، في تقارير بتجيلي اكتر من كده، وكمان المشاهده الشخصيه لي الناس هتحط على الارض ايرات ولا ايراتين ورحمة بس مصوره كده وخلاص. قال انا امتلكت، بقت عندي ارض مباني، الارض المباني الاستثمارات اللي فيها، والله الاراضي الزراعيه بالري الحديث وبالزراعة الحديثة يجيب لك عائد أكتر من كده. وده دور وزارة الزراعة ودور الدولة أنها توضح للناس الكلام ده وتعمل برامج تطمن الناس على أن احنا ممكن نبقى عندنا مكاسب أكتر كتير من أن أنا أبني على بيت أو أوسع في البيت. طب المدن الجديدة اللي احنا عملناها دي عملناها عشان نقول للناس بدل ما تبني في الأراضي الزراعية في ظهير صحراوي احنا بنبني في مدن، ومفيش بنعمل مدن تانية في حتة تانية، عشان الثقافة ان اولادنا يبقوا معانا. من فضلكم دي هتدمر كثير من قدرتنا. تاني بقول لكم ان احنا الكلام اللي بيتقال يمكن ده بعيد خالص عن الدكتور مصطفى بيقوله، لا، احنا موضوع الاراضي الزراعيه والاعتداء عليها ومخالفات البناء اللي بنتكلم عليها عشان بس الناس اللي زعلانه. هو في حد بيبقى ماشي بعربيته ويعمل مخالفة ونقول له ادفع المخالفة بتاعتك بيبقى مبسوط؟ لا طبعا، بيبقى زعلان. فأي حد هنقول له مخالفة البنى بتاعتك سواء كان الكلام ده هيتم بالتصالح أو بالإزالة مش هيبقى راضي يعني. بس احنا ما خدناش إجراءات حادة من غير إنذار، لا، احنا قايلين الكلام ده من 3 سنين ودينا مهلة نفسنا 6 شهور وقلنا التصالح وكلام من هذا القبيل. حجم الناتج، انا بقول لكم كلكم لكل الناس اللي متابعين معانا، حجم الناتج اللي اتعمل المصالحه في خلال المده دي كلها، بعد احنا كنا محددين 6 شهور نخلص من المساله عشان نبتدي الدوله تنظم البناء المخطط والمرخص 10% او اقل. وال 10% دول حصل تعدي يتجاوزهم، يعني احنا هنبقى يعني في دايره مفرغه
أنا حبيت أقول ده في بداية الكلام، وبقول للإعلام وبقول للمفكرين وبقول للمثقفين وبقول لمن يهمهم أمن واستقرار مصر، الموضوع ده مش مسؤولية الحكومة بس ولا مسؤولية الرئيس بس، دي مسؤوليتنا كلنا في إن احنا نحافظ على بلدنا. اللي احنا فيه ده صدقوني مش لمصلحتنا ولا لمصلحة الأجيال القادمة. موضوع التجاوز في البناء سواء على أراضي الدولة أو على الأراضي الزراعية، وخلونا احنا أعطينا نفسنا مهلة 6 شهور. أرجو إن احنا يا دكتور مصطفى من فضلك مع السادة المحافظين الكلام اللي احنا بنقول عليه وقلنا نتحرك بسرعة مع المواطنين عشان ننهي هذا الملف وعشان ننظمه في الدولة ويبقاش فيه بعد كده هذا الحجم الكبير من التجاوز. احنا بنتكلم في 700-800 ألف، اكتر من 700 ألف لغاية دلوقتي يا فندم. 700 ألف مخالفة، لكن ده رقم يعني ايه؟ يعني تقريبا لو قلنا كل مخالفة بأسرة يعني بنتكلم في ملايين يعني من اللي بيتأثروا بالمخالفة ديت، بيتأثروا هم اللي بتعمل معهم إجراء قانوني وفي نفس الوقت تأثير ده على الدولة. تاني بقول الكلمة اللي بقى الموضوع اللي أنا بتكلم فيه ده شائك جدا، وأي حد تاني برضو تاني بقولها يقولك ما تتدخلش في الكلام ده وسيب الإعلام يتكلم فيه. لا 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 لا، أنا هتكلم في كل حاجة تمس مصر ومستقبلها، هتكلم في كل مصلحة حقيقية للدولة، ولن أبيع أبدا الوهم للناس تحت اعتبارات السياسة والحفاظ على الشعبية. والله احنا عملنا كده في الاقتصاد وربنا وفقنا، وكان هو ده الرصيد اللي احنا عدينا بيه أزمة كبيرة جدا الدنيا كلها بتعاني منها، وبالتالي كل عمل صالح حتى لو كانت الناس هتبقى مش راضية عنه ولكن بنعمله لأجل خاطر بلدنا، وقبل ده لأجل خاطر ربنا سبحانه وتعالى أنا هعمله. طب انتوا هتتألموا مني، طب أنا أعمل ايه؟ انتوا مش عايزين تساعدوني ليه؟ أنا بتكلم على كل المصريين، كل الناس مش عايزة تساعد في النقطة أو في الموضوعات اللي احنا بنطرحها. ليه مش عايزين تساعدونا؟ ليه مصرين على مواقفكم؟ مش انتوا بتحلموا ببلد كويسة ومتنظمة ومترتبة وزي الفل، ولا كل واحد عايز يعمل اللي هو عايزه؟ أنا بقول مرة تانية الكلام اللي بيقوله الدكتور مصطفى ده، 7.5% دول لو كنا احنا في 2014 مخططين كان ممكن على نفس العدد الموجود ده ما زادش أو طبقا للتخطيط اللي احنا عملناه، أنا ممكن أقول لكم كان أكتر من يمكن وصلنا 50%. فأنتوا انتبهوا للكلام، أنا بكلم نفسي وبكلم وسائل الإعلام في مصر. احنا ما بنصدقش للموضوع، احنا بنتكلم بنجيب مبنى بيتزال في التلفزيون انه إزالة مخالفات البناء. لا يا جماعة، حد يتكلم بشكل أعمق من كده، حد يتكلم بشكل أكبر من كده، حد يبين مدى التأثير الخطير على مصر نتيجة هذا التجاوز. لكن مش ان احنا بنهد مبنى يعني وتبقى الناس يقولك يعني كده حرام. طبعا لما حد يشوف كده يقولك هو ده اللي احنا بس بنعمله عشان، لا ما انت خاطب عقل الناس من حقها تفهم ان ده خطر كبير جدا جدا على امنها ومستقبلها ومستقبل اولادها واحفادها. شكرا. شكرا يا فندم. الحقيقه يمكن برضو يعني شيء مهم جدا ان احنا ضمن خطه الدوله في حتى التطور والتوسع في هذه الخدمه المهمه جدا ان احنا نرفع كفاءه محطات المعالجه بتاعتنا، معالجات الصرف الصحي، انها كلها تكون على مستوى الثنائي المتقدم او الثلاثي، عشان النهارده هذه المياه اللي تبقى معالجه نقدر ان احنا نستفيد منها مره اخرى ويعاد تدويرها في اغراض الزراعه والري بعد ما كانت قبل كده مجرد بنرميها في الاخوار والاماكن الصحراويه ولا نستفيد منها، واصبحت عندنا القدره النهارده وفي برنامج كبير جدا شغالين فيه انهينا منه جزء كبير ان احنا بنحول هذه المحطات الى محطات معالجه ثلاثيه، المياه بتاعتها تكون صالحه للاستخدام مره اخرى، وبالتالي بنعظم من موارد المائيه. بالاضافه لكده احنا النهارده بننفذ على الارض محطة هتعتبر هي الأكبر على مستوى العالم في معالجة مياه الصرف الزراعي، وهي محطة
مصرف بحر البقر اللي من خلالها ان شاء الله هنكون بنعالج ما يقارب 5.5 مليون متر مكعب من المياه يوميا، ودي وصلة تكلفتها الى اكتر من مليار دولار، علشان ان احنا النهاردة مرة اخرى نستفيد من هذه المياه اللي كانت بتهدر وتلقى في البحيرات من غير ما نستفيد منها، ان احنا نعيد استغلالها ونستفيد منها مرة اخرى في زيادة الرقعة الزراعية لمصر. قطاع في مياه شرب الصرف الصحي لوحده النهاردة في محافظة اسكندرية لوحدها اكتر من 6.2 مليار جنيه مصري انفقت في مشروعات في اخر 5 سنوات جوه اسكندرية، ومنهم المشروع اللي ان شاء الله هنفتتحه النهاردة كنموذج لهذه النوعية من المحطات المعالجة الثلاثية في محطة برج العرب. القطاع اللي يليه قطاع التموين، وهذا القطاع الحقيقة ايضا يعني حظى باستثمارات 22 مليار جنيه بأكثر من 215 مشروع، وهنا أنا بتكلم على المشروعات الخاصة باستثمارات بتوضع في البنية الأساسية لهذا القطاع، بعيدا طبعا عن الدعم سواء للسلع أو الخبز. أنا بتكلم على مشروعات صوامع، غلال، مناطق لوجستية النهاردة وأماكن، كلها بهدف أن احنا مرة أخرى نؤمن القدرة للدولة المصرية أنها تكون قادرة على الاحتفاظ بمواردها ومنتجاتها الزراعية، وحتى ما يتم استيراده نكون قادرين على تخزينه بأفضل صورة ممكنة في هذا الشأن. وخلينا نتذكر كيف كان شكل الصوامع القديمة قبل التطوير وشكل النهاردة الصوامع بعد انتهاء تطويرها، أو حتى الصوامع الجديدة اللي بتدخل النهاردة الخدمة واللي بتبقى على أعلى مستوى من الإدارة والتقنيات التكنولوجية. ده لما نيجي نتطرق إلى موضوع الدعم، وده موضوع مهم جدا عشان بنشوف برضو حجم التحدي اللي نتيجة للزيادة السكانية ونتيجة للوضع. احنا كنا من 5 سنوات او 6 سنوات بالضبط كان حجم الدعم كله 35.5 مليار، العام الماضي اللي انتهى في نهاية يونيو احنا انفقنا كدولة 89 مليار جنيه على الخبز وعلى السلع التموينية، بحيث النهاردة بقى فيه 77 مليون مستفيد من المواطنين المصريين من هذا الدعم اللي الدولة بتقدمه. وده يمكن الحقيقة نقطة مهمة جدا، دائما كانت عندنا إشكالية مصر، يعني ودي نقطة أنا حابب أن أنا أتكلم فيها، مصر ما زالت حتى هذه اللحظة هي أكبر دولة بتستورد القمح على مستوى العالم، لكن رؤيتنا إن شاء الله برضو أن احنا نقتحم هذا الموضوع ويبقى عندنا تدريجيا تقليل الفجوة اللي موجودة في استيراد القمح وتوفير البنية الأساسية لتخزين هذه السلعة المهمة جدا. احنا يمكن في 2014 كانت القدرة بتاعتنا ان احنا نخزن من خلال الصوامع 1.7 مليون طن قمح سنويا، النهاردة احنا بنقترب من 4 مليون طن في عملية التخزين. اسكندرية برضو كالعادة بتحظى بنصيب كبير، 567 مليون جنيه 26% من اجمالي استثمارات هذا القطاع، وإن شاء الله النهاردة صومعة الغلال اللي في برج العرب بتمثل نموذج لأحدث التقنيات اللي بتنفذ بها هذه النوعية من المشروعات، صومعة قادرة على تخزين 90,000 طن من القمح بتكلفة تجاوزت 232 مليون جنيه. الحقيقة المحور الأخير في حديث اليوم، وده محور مهم جدا وبيمس دايما حياة المواطنين، ويمكن في افتتاحات فخامة الرئيس للمشروعات النقل جوه القاهرة الكبرى والمشروعات السكة الحديد ومترو الأنفاق اتكلمنا عليه، ولكن أنا حابب أن أنا أركز هنا فقط على قطاع الطرق والمحاور الداخلية اللي الدولة برضو النهاردة في خلال الست سنوات دول ركزت على هذه المحاور المهمة، اللي هي بتبدأ من الشارع الصغير اللي بيربط القرية مع المركز بتاعها للشوارع الداخلية جوه المدن بتاعتنا، إلى المحاور اللي بتربط ما بين المراكز الموجودة في المحافظات وبعضها البعض. وصلنا إلى أكثر من 65 مليار جنيه استثمارات ومستمرين، وكان توجيه سيادة الرئيس إن احنا السنة اللي فاتت نضخ 10 مليار جنيه إضافية، والحقيقة النهاردة هذه المشروعات لما بنشوف شكلها النهاردة على الأرض وأثناء تنفيذها نتخيل إن هذه الطرق عمرها ما كان عندنا طرق أسفلتية في هذه القرى، ونتخيل كان بيحصل وما زال في المناطق اللي لسه ما دخلتش هذه فيها الطرق دي اللي احنا بنشتغل
يعني باقصى سرعه ممكنه لما بيحصل امطار او نوه شتويه وممكن المياه بتنزل جامد بتنقطع هذه القرى عن انها تقدر انها ترتبط بالاماكن الاخرى. كل همنا النهارده ازاي ان احنا ندفع ونسرع من هذه النوعيه من المشروعات وندخلها باسرع وقت من الخدمه. هنا الصوره اللي على الشمال لحضراتكم طبعا ان احنا بنربط عملية الرصف مع أيضا المشروع الكبير جدا اللي بنعمله لتغطية الترع والمصارف بتاعتنا، وإنها النهاردة بنعيد مرة أخرى ليها كفائتها في إنها تستقبل المياه ويتجري فيها المياه. ودي كلها صور الحقيقة لمشروع مهم. وهنا يمكن أنا حابب أتوقف للمشروع اللي إن شاء الله النهاردة هنفتتحه، مشروع محور المحمودية. والحقيقة هذا المشروع عندما الدولة أعلنت عنه بالرغم أن دائما كان موجود في مخططات مدينة الإسكندرية إزاي أن احنا نطور هذا المحور، يعني زي ما فخامة الرئيس يعني أشار، نتيجة لأن يعني قطاع كبير من المواطنين يعني كان بصورة أو بأخرى مرتبط بهذا المشروع. هذا المشروع أول ما أثير أثار العديد من الجدل والنقاش، وناس كتيرة تشككت هل احنا هنكون قادرين فعلا كدولة ان احنا ننفذ هذا المشروع العملاق، وهل فعلا هيبقى ليه الاستفادة الكبيرة لمحافظة الإسكندرية. انا بقول هذا الكلام لان انا حابب اتوقف على شكل هذه الصور. المشكلة الحقيقية في مصر ان هذه الصور للأسف يعني تكونت وتشكلت على مدار عقود طويلة، واصبح للأسف ده نمط موجود في مدن كثيرة جدا ومناطق كثيرة جدا في مصر، وفي يعني أجيال كاملة نشأت اتولدت ونشأت وهي عينيها ما بتشوفش غير هذا الشكل. فبالتالي الناس دي لما النهاردة بنتكلم معاها كتطوير ونقول لهم ان احنا عايزين نطور وعايزين نحسن ومش ممكن ان احنا نقبل ان مصر تظل بهذا الشكل، بيبقى دائما رد الفعل انه ما شافش غير في حياته غير هذا الشكل هو يعني مش عايزين نقول المقاومة، ولكن هو التشكك، وهل فعلا احنا هنقدر نعمل هذا الموضوع وانا هستفيد ايه من مشروع زي ده. ولكن الشكل ده اعتقد الصور دي كلها خير دليل على ان لما هنشوف هذا المحور النهاردة واحنا بنفتتحه هيبقى ازاي ان هو بينقل نقلة نوعية حقيقية في محافظة اسكندرية، وكل المشروعات المثيلة اللي زيه على مستوى الجمهورية بتعمل فيها نفس هذا الشكل. معلش هقطعك تاني يا دكتور مصطفى، وانا بنتهز فرصة ان الصورة دي موجودة وبتفكرنا بوضع المحمودية او الترعة اللي كانت موجودة قبل ما نبدأ التطوير اللي احنا عملناه. وانا بأكد ان الكلام اللي قاله الدكتور مصطفى ان كتير من اللي موجودين على المحور او حتى في اسكندرية كلها كانوا رافضين ده، بما فيهم الناس اللي موجودين في وكالة الحضرة بتاعت سوق الجملة، سوق الجملة اللي هنا يعني، واعتبروا ان ده هيأثر على ارزاقهم رغم ان احنا اكدنا لهم وقلنا لهم ان احنا هنعمل لكم وكاله على احدث مستوى، واحنا كنا جادين في ده، وهم كانوا يعني بعتوا لي رساله شكر وتقدير، وكانوا عايزين يعملوا يعني شكل من اشكال الوقفه للتعبير عن رضاهم عن اللي احنا بنعمله لهم في برج العرب. انا عايز اقول لكم في كل مشروعاتنا اللي بنعملها انتم هتجدوا تشكيك، وهتجدوا ناس بتتكلم بشكل سلبي على الاجراء اللي احنا بنعمله، اللي هو والله انا بحلف هدفه من الاول للاخر مصلحه للكل. انا بنتكلم النهارده بعد ما المحور اتعمل وبقى يعني بيدي حريه حركه عظيمه جدا جدا، احنا عملنا ده كده المحور الرابع تقريبا بعد الكورنيش وابو قير، و من المحاور اللي كانت موجودة بتاخد طول اسكندرية بالكامل المحور ده موجود. طب بقول كده برضو دلوقتي ليه؟ لان احنا المحور ده ان شاء الله هيوصل للبحيرة. البحيرة ان شاء الله. المحور ده هيوصل للبحيرة. فالبحيرة هنا كان في 30 مسجد وتعديات اخرى كثيرة. احنا ازلناهم لكن عملنا. وكان واحنا بنعمل ده كانت الناس بتتشكك. يقول لك بيهدوا الجوامع. بيهدوا مساجد ربنا، بيهدوا يا دكتور علي مساجد ربنا. طب احنا بنهدها عشان احنا كارهين ولا عشان نعمل مصلحة وحنبني تاني مسجد مظبوط؟ وانتوا دلوقتي هتشوفوا الكلام ده. انا بقول الكلام ده للمصريين، اهل اسكندرية عرفوا وشافوا، اهل اسكندرية عرفوا وشافوا. بالاضافة ان المساجد دي اللي كانت موجودة على سبيل المثال
واللي القنوات المسيئة اللي عايزة دايما تكلمكم كلام والله والله لا يرضي ربنا سبحانه وتعالى، بس هم ما يعرفوهوش، والله ما يعرفوه، ويقول لك بيهدوا الجوامع بتاعت ربنا. شوف المصريين احنا، استغفر الله. يا رب تبقوا زينا، يا رب تبقوا زينا في ان انتوا تعملوا حساب ربنا. انتوا بتخربوا الشعوب وبتدمروها وبتدمروا الامم وتضيعوها، جايين تكلموا علينا اللي احنا بنبني ونعمر؟ هو ده المنظر اللي كان موجود اللي كنا بنتعاير بيه قبل كده؟ يقول لك شوف المصريين، شوف شكلهم عاملين ازاي، شوف فقرهم عاملين ازاي، شوف خيبتهم عامله ازاي. انا بكلمكم واحنا بنفتتح وسعده، البحيره فيها 77 جامع مخالف على حرم الترعه، على حرم الترعه. هو اللي عايز يبني حاجه لربنا يهادي ربنا ويعمل له بيت يسرق أرضه؟ دي سرقة. وبالرغم من كده إن شاء الله هنشيل وهنعمل مكانها. طب برضو الناس اللي بنت، بتكلم في 5000 محافظ البحيرة، هشام أمن موجود؟ أيوة برضو موجود؟ هو هنا فندم. طيب شوف، انا بشكرك الاول وانا معاك والدوله معاك، بس احنا كمان مش عايزين نضر الناس. جهز لي اراضي يا دكتور مصطفى. حاضر فن. واحنا لا يؤس رغم ان هم تعدي على الاراضي، يعني بناء على اراضي الدوله، لكن احنا مش هنضيعهم. 5000 وحده، 6000 وحده، نعمل، حدد لنا اراضي، والقرار متاخد دلوقتي عشان الناس تسمعني هناك في البحيرة، وتستكمل، ما يبقاش في اي حد موجود على خط عشان نستكمل ال 50 كيلو دول. يبقى احنا اول مره نعمل محور جوه من اول اسكندريه لغايه عمق الدلتا بطول 70 71 72 كيلو بشكل. اتمنى ان احنا خلال سنتين نكون قدرنا دكتور مصطفى باذن الله نعمله، خاصه ان احنا مش هنردم الترعه هناك، لا ده احنا هنهذبها ونعمل لها الطبطين بتاعها اللازم، لكن نعمل على الاقل 3-4 محاور على كل ضفه من الضفاف بتاعتها، وندي ونعمل المساجد بنفس النمط اللي احنا عملناه هنا، ونعمل ايضا مساكن لاهلنا اللي موجودين اللي تعدوا، لكن احنا بنحاسب نفسينا على امور حصلت في الدولة خلال السنين اللي فاتت، وبنقول اللي الدولة ما خدتش بالها منه، اللي المحافظ ما خدش باله منه، التجاوز اللي تم احنا ندفع ثمنه، مش الناس اللي تدفع ثمنه، احنا اللي ندفع ثمنه مش الناس. يا دكتور مصطفى بإذن الله. شكرا. حاضر. حضرتك المشروع ده مع كل التحديات الكبيرة اللي موجودة فيه تم إنجازه في فترة أقل من عامين، والحقيقة كان فيه متابعة كاملة لما يتم على الأرض. يمكن فيه صور بنوري الفرق في فبراير 2018 والنهاردة في أغسطس 2020، وحركهم شايفين المحور نفسه إزاي. يمكن الصورة اللي على الشمال مرة أخرى كان المسار عليه كله مهملات ومخلفات وكل الكلام ده كله، وأجزاء من الترعة نفسها النهاردة بقت من كتر حجم المخلفات اللي كانت موجودة عليها بقت مردومة تقريبا. والنهاردة بقى النهاردة عندنا مسار واضح لشبكة الطرق وتبطين الترعة، والنهاردة بقينا فعلا بقينا مشروع زي ده حافظ على جودة المياه اللي كانت بداخلة وبتخدم وبتغذي مدينة الإسكندرية. لقطة أخرى النهاردة، يمكن الصورة اللي بعدها خير، يعني رد على الشكل اللي حضراتكم شفتوه قبل كده، والنهارده شكل هذا المحور بهذا الشكل. والنقطة المهمة جدا، ده جزء من المسار الترعة نفسه اللي هو تم الحفاظ عليه. حضراتكم شايفين بقى الشكل الحضاري عامل ازاي، مشروعات بتخدم المواطن الاسكندري اليومية، المحور على جانبي الترعة بهذا الشكل. هذا المشروع لوحده في الجزء اللي يخص اسكندرية اتكلف 5.5 مليار جنيه،
هدفه فقط هو صالح المواطن المصري وصالح المواطن السكندري، وهو ده اللي احنا النهاردة بننفذه في كل بقعة في مصر، وان شاء الله هنستمر في خلال الفترة القادمة بإذن الله. شكرا يا فندم.